2 كيلو جرام بلوكز ريليزد فروم ريست، يعني السرعة كانت بصفر at point A and slides on the shown track، اللي هو التراك ده at point B. The track is frictionless except a portion from a flat part، اللي هو الجزء اللي تحت ده الفلات، which is rough، والميوم اداني point 2. If the block stops momentarily at B find the value of H. طبعا هو هنا كان واحد، لو مفيش فريكشن خالص كان طالع نفس الواحد، لكن نتيجة شوية الفريكشن دول هياخدوا شوية من طاقة الحركة، فطبعا الارتفاع هنا هيقل شوية عن واحد. الحتة الفلات دي فيها ام جي لتحت وفيها ان، وبالتالي فيها فريكشن ميو ان، اللي هو ميو ام جي، يعني لان ان بتساوي ام جي. لو طبقنا معادلة conservation of energy بين واحد واتنين او بين A و B، يعني واحد هو الـ A واتنين هو الـ B، عند الواحد كانت السرعة بصفر ان starts from rest، الـ U واحد ام جي اتش، الـ M مداني باتنين كيلو جرام، الـ G بعشرة، الـ H واحد قال لي متر، الـ work other بالسالب لان الحركة كده طبعا الـ friction ده في احتكاك، فعكس ميو ام جي ده الـ force في الـ D، الميو بوينت 2، الام ب 2، الجي ب 10، المسافه 2 متر، يبقى دول شويه الطاقه اللي راحوا. الكي 2 هو هيطلع لغايه فوق خلاص يوقف، وبالتالي بصفر مفيش حركه، عند بي هيتوقف. اليو 2 ام جي اتش، الاتش 2 دي احنا مش عارفينها لكن الام جي عارفينها، مفيش حاجه مجهوله غير الاتش 2، نقدر نجيب الاتش 2 تطلع بوينت 6 متر، وبالتالي كما توقعنا ان هي اقل من المتر.